التاريخ حبايبي. اكتر من سؤال جايين يا سادة بقول لك، لماذا سميت مصر بأم الدنيا؟ في تفسير ابن كثير قال سميت مصر بأم الدنيا نسبة للسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أبو العرب عرب الحجاز. بالمناسبة هو أول من تكلم اللغة العربية الفصحى، لكن في علماء اختلفوا معاه وقال لا، سميت مصر بأم الدنيا لسببين وليس سبب واحد. السبب الأول اللي ذكر ابن كثير نسبة للسيدة هاجر، والسبب الثاني قال لك على أيام سيدنا يوسف والسبع سنين العجاف، فمصر أطعمت العالم كله فسميت مصر بأم الدنيا. لكن اليوم أنا هختلف مع العلماء وهختلف مع ابن كثير، وحقول إن سميت مصر بأم الدنيا لعدة أسباب، مش سبب أو اثنين. أنتوا عاوزين بلد ربنا تجلى عليها من فوق سبع سماوات والتين والزيتون وطور سنين ما تتسماش بأم الدنيا؟ عاوزين بلد ربنا ذكرها في القرآن الكريم باسم مصر صراحة ما تتسماش بأم الدنيا؟ الدولة الوحيدة اللي اسمها ثابت ما تغيرش على مدار السنين هي مصر، ما تتسماش بأم الدنيا؟ عاوزين بلد مشى فيها الخليل سيدنا إبراهيم وتزوج منها السيدة هاجر اللي أنجبت لي أبو العرب سيدنا إسماعيل، ما تتسماش بأم الدنيا؟ عاوزين بلد تربى وترعرع فيها سيدنا يوسف، ما تتسماش بأم الدنيا؟ عاوزين بلد سمعين الكلام ربنا سمعين. حفظها هو اللي حفظها، ما تتسماش بأم الدنيا؟ سيدنا نوح لما صنع السفينة وجت طوفان كان مر على كل بلد يدعي لها إلا مصر، فسأل ابنه وبقول له يعني شمعنا مصر من العلاج؟ قال له دي ربنا حفظها، مش محتاج دي المولى عز وجل حفظها، ما تتسماش بأم الدنيا. عاوزين بلد كانت مسار العائلة المقدسة، رحلة العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام، ما تتسماش بأم الدنيا؟ صدقوني يا سادة مصر أم الدنيا وأبو الدنيا وخالب الدنيا وعم الدنيا وكل شيء في الدنيا. مصريين. في معلومة عاوز أقول لكم صغيرة بس، لو واحد خليجي يتكلم مع واحد مغربي في وسط الكلام لو ما دخلش اللهجة المصرية العامية مش هيفهموا بعض، ما تتسماش بأم الدنيا. بص عشان ما اطولش عليكم وتملوش مني، المولى عز وجل فوق سبع سماوات، الرحمن على العرش استوى، ومصر ام الدنيا على الارض، يعني ما حدش ينافسنا، واستقيموا يرحمكم الله.